بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة حلقة جديدة من حلقات وصفات العيد، ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين زراب جدا، ايه رأيكم في اللون اللي انا لابساه ده؟ معلش بقى يا جماعة، معلش، ده اللون اللي لقيناه. بصوا، هنعمل اول وصفة، هنعمل الغريبة، وصفة خطيرة للغريبة، حاجة بتدوب كده وبيتي محترمة جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. والوصفة التانية هنعمل السابلي، كل الناس بتسألني على السابلي، وهو برضو سهل جدا وقريب جدا من البيتي فور، تكة بسيطة الفرق ما بينه وبين البيتي فور. هنعمل أحلى سابلي بزبدة كريستال، إن شاء الله يا رب يعجبكم. والوصفات النهاردة كلها تعجبكم، أنا بحاول أشجعكم أهو تعملوا حاجات بسيطة في البيت علشان نعيد كده وننبسط إن شاء الله. فاصل بسرعة ونرجع بعد الفاصل نعمل أول وصفة معانا الغريبة، خليكم معانا. انا جيت كلهم بيتريقوا عليا عشان لون الجلوفزات، حس ان انا يعني ملخوصه ايدي في قمر الدين مثلا. خلاص يعني هنعمل ايه؟ لازم نعمل الغريبه دلوقتي. ايه بقى الغريبه؟ بص، انا معايا كوبايتين من الدقيق، وزي ما احنا متفقين حاجه العيد كلها هنعملها بدقيق مكتوب عليه كحك وبسكوت، او مكتوب عليه كيك، او مكتوب عليه جميع الاغراض. كوبايتين الدقيق هنحتاج عليهم كوبايه سمنه بدرجه حراره الغرفه، تمام كده؟ هنحتاج عليهم 3 ارباع كوباية سكر بودرة، 3 ارباع يعني ربع وربع وربع، 3 ربع. ومعانا كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنحتاج بياض بيضة، فانيليا، رشة ملح، بس كده. خطيرة، كل الكلام الحلو ده هيبقى مع بعضه وهنعمل أحلى غريبة. في بعض المحلات بيضربوا السمنة الأول كويس جدا بالمضرب الكهربائي لغاية لما يبقى لونها أبيض خالص، وبعدين يحطوا لها البياض البيض بقى والسكر بقية المكونات، وتتعجن كلها مع الدقيق وتبقى ظريفة جدا. أو ممكن نضربها بالمضرب اليدوي كده اللي أنا هعمله حالا دلوقتي، على أساس إن هو أسهل ومش هضربها قوي قوي، يعني حاجة بسيطة كده علشان برضو إيه تدينا لون فاتح شوية. أو ممكن تحط كل المكونات على بعض برضو، مفيش مشكلة. في جميع الأحوال النتيجة هايلة، فكرة ان احنا بس نضرب السمنه كويس قوي، لان انتوا طبعا عارفين السمنه بيبقى لونها اصفر شويه، فلما بتضرب جامد جامد لونها بيبقى ابيض، تبقى فاتحه قوي زي الكريم شانتيه. فده اللي بيخلي الغريبه لونها ابيض قوي مقارنه ببقيه مخبوزات العيد، علشان بنبقى ضربناها كويس جدا بالعجان او بالمضرب الكهربائي. بما ان انا بقى صحتي بعافيه والمضرب الكهربائي برضو هيقعد يعمل لكم دوشه ومحتاج وقت كبير عشان تحسوا بالفرق، فانا هعملها بالمضرب اليدوي كده حاجه خفيفه. لكن انا حبيت اقول لكم لو تحبوا تعملوا ده وعندكم وقت وعايزين تطلعوها لونها ابيض خالص، لكن في جميع الاحوال الطعم هيبقى هو هو، مفيش ابدا اي اختلاف. الاختلاف بس هيبقى في درجه البياض قوي بتاعه الغريبه، ولو الاختلاف هيبقى خفيف خالص، يعني الاختلاف ما بينها وما بين ان احنا نحط المكونات على طول كلها مع بعض. تمام، انا هحط هنا كده السمنه، هفضل كده. البوله دي صغيره قوي مش مخلياني عارفه اعمل كده جامد اهو كده، بس كده. نحاول كده على قد ما نقدر ندي السمنه كده كام لفه كده، او زي ما اتفقنا بالمضرب الكهربائي او بالعجان. بصوا حصل لها ايه، افتحت سنه صغيره لو تخلوا بالكم عن درجه اللون اللي احنا كنا لسه حاطينها، هو ده اللي المضرب او الضرب بيعمله. بس كده، عشان انا صحتي خلاص بقت مش جايبه حاجه. هنحط بقى السكر، احنا قلنا قد ايه سكر؟ 3 ارباع كوبايه سكر بودره منخول اهو، 3 ارباع كوبايه سكر بودره منخول، 3 ارباع يعني ربع وربع وربع، 3 ربع. بس كده نقلب كده اهو، هيبتدي الخليط يتقل، فعايزين بقى ايه نسيب المضرب خالص ونبتدي بقى نشتغل بالسباتيولا عشان العجينه ما تلزقش فيه.
كده. ومعانا بقى ايه؟ بياض البيضه نحطه، بياض بيضه واحده بس، نقلب كده. الغريبه هتطلع معاكم حلوه جدا، لازم برضو كده نقلب كويس قوي علشان بياض البيضه ما يبقاش ايه، مش مضروب حلو. بصوا لونها افتح ازاي، زي الكريم شانتيه، واخدين بالكم؟ رغم ان انا ايه كده ضربه بايدي، تخيلوا بقى معايا لو بالمضرب الكهربائي او العجان، هيديكي نتيجه احلى من كده بكتير. بس برضو النتيجه دي حلوه جدا، عشان اللي ما عندهاش او مكسله مفيش مشكله. اهو نيجي هنا بقى للدقيق، ونحط الفانيليا، رشه ملح خفيفه، ونخلط بقى الدقيق معاهم كده. احنا قلنا قد ايه دقيق عشان بس ما ننساش، قلنا كوبايتين من الدقيق، تمام؟ بس. وطبعا الغريبه ما بنحطلهاش بيكنج باودر، خلوا بالكم، هي بياض البيضه كفايه قوي، هيعمل لها كده ايه نفخه حلوه من غير ما نحط لها ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه من الكلام ده، عشان مش عايزينها تنفخ. بياض البيضه كفايه قوي. كده بس كده هنفضل كده نعجن فيها لغايه ما نلاقي الدقيق كله كده شكله اختفى، والسكر البودره ما بقاش فيه خالص حاجه، وبقت كله عجينه متماسكه. اهو عجينه الغريبه خطيره. عايزه اجيب كده طبق جنبي، تعالى يا طبق هنا كده، وناخد بقى من عجينه الغريبه الحلوه دي كوره كده صغنونه، ونكورها حلو. لو حصل ولقيتيها مشققه معاكي وانتي بتلفيها كده، ده معناه ان الزيت شرب السمنه ومحتاج شويه سمنه كمان. ابقي ارجعي حطي برده تاني كده ايه حته سمنه، ويا ريت تكوني ضربها لوحدها كده في طبق قبل ما تضيفيها عليهم، تمام؟ اهو عملنا واحده هنا كده، واحده كمان. طبعا الغريبه بتبقى صغنونه، كده هوريكوا اكتر من حاجه، بتطلع خطيره تجنن. الغريبه دي برضو الواحد بينسى وبيسرح، يفضل يأزأز غريبه لغايه لما بقى ايه حد يلحقه. الواحد مش عارف يعمل ايه، بس العيد طبعا هنعمل ايه، لازم يعني، مش معقول هناكل هناكل كده. ممكن بقى نعمل الطريقة العادية اللي احنا بنحب نعملها، صباعنا كده ندخله كده في النص، فتبقى الغريبة بالشكل العادي اللي احنا واخدين عليه، او نعمل حاجة تانية بالبصمة بتاعة الكحك، ندوس عليها كده بالشكل ده، وممكن بقى سوداني او لوز، اي حاجة عندك، ونحطها كده في النص علشان تبان انها ايه غريبة ظريفة. الغريبة دي طبعا حساسة جدا، هتدخل الفرن على درجة حرارة 180، ويا سلام لو اقل من كده مفيش مشكلة، لو انت عارفة تقيسي موضوع الحرارة ده مفيش مشكلة خالص. هو فين ناخد هنا مثلا ايه واحدة لوز هنا في الحتة دي، واحدة قصدي فستق اللي هي حطينا فيها صباعنا دي، اهو هاتلنا كده يا استاذه سموره لو سمحتي في الرف اللي في النص، تمام؟ بتشم النار يا جماعه، بتستوي خلاص، اول ما لونها كده تلاقيها اختفى من حواليها العجين على درجه حراره 180، ولو 160 يبقى الطف يعني، يبقى كتر خيرك. في الحالتين هتاخد في حدود 6 دقائق بالكتير، 7 دقائق بالكتير، هتاكلي احلى غريبه ناعمة وبتدوب ومظبوطة ولونها فاتح وخطيرة. مش عايزة تحط لها أي مكسرات ولا أي حاجة، براحتك،
تحفة وخطيرة جدا جدا إن شاء الله، يعني تعملوها وتنبسطوا وتدعوا لي. فاصل بسرعة ألم أشياء دي كلها ونرجع بقى نعمل عجينة السابلي. ناس كتير جدا بتسألني عليها، هنعملها وهنستخدم فيها زبدة كريستال، أحلى سابلي. خليكم معانا. انا جيت. هنعمل بقى دلوقتي السابلي، وصفه حلوه جدا جدا، هنستخدم فيها زبده كريستال. انا هقول لكم على المقادير بقى. بصوا يا شباب، معايا كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايتين ونص من الدقيق زي ما اتفقنا. الدقيق اللي بنستخدمه مكتوب عليه دقيق كحك وبسكوت او كيك او جميع الاغراض، تمام. كوبايتين ونص من الدقيق، هنحتاج معاهم كوبايه من زبده كريستال. كوباية زبدة كريستال تكون طرية او بدرجة حرارة الغرفة. هناخد قالب زبدة دلوقتي ونقطعه سوا مع بعض، واقول لكم ازاي نقدر نعاير بيه ونظبطه. معانا كمان نص كوباية من السكر البودرة المنخول، معايا 2 من صفار البيض، فانيليا ورشة ملح. لو تلاحظوا هتلاقوا المقادير قريبة جدا من مقادير يعني هي بالظبط مقادير البيتي فور، بس هنا مقدار السابلي في الدقيق اكتر من البيتي فور، بس كده. هو ده الفرق، هو زي البيتي فور السابلي بس بنزود الدقيق اكتر زي ما هو موجود معانا في المقادير. صوروا المقادير عشان تعرفوا تعملوها ان شاء الله بوصفة خطيرة هتعجبكم جدا. يلا نجيب كده بولة، تمام، معانا كل المقادير اهو، وعايزين بس ايه نعاير بقى زبدة كريستال. نجيب معانا الزبدة كريستال، الزبدة الصفرة كريستال خطيرة كده اهو، هايله. ومعانا السكينه، عايزه اجيب السكينه اهو علشان نبتدي نقطع الزبده زي ما دايما بعمل معاكم، ونقطعها كده مكعبات علشان نقدر نعاير بيها بالمقدار اللي احنا عايزينه كده. احسن حاجه ان انت تقطعيها كده مكعبات وتستخدميها في اي حاجه بقى براحتك خالص اهو. خلينا كده نقطعها، ده بيفرق معانا جدا في كل حاجه، حتى في الطبخ بقى. معرفش ايه، تلاقي نفسك ايه الزبده معاكي متقطعه مكعبات، حطيها في طبق كده ولا في علبه. هتسعف معاكي. ياس، دول اتقطعوا، نقطع القالب ده كمان بالشكل ده. كده اهو، وفي علبة بقى ترصيهم، تقطعي القالب كله بقى علشان طول حلويات العيد في اللي جايه كلها وانت بتعملي كل حاجه يبقى قالب زبده كريستال عندك متقطع كده ومتظبط وكله زي الفل. احنا قلنا احنا محتاجين قد ايه زبده، احنا قلنا ان احنا محتاجين كوبايه من الزبده. ادي هنا اهي كوبايه، صح؟ مش دي كوبايه ولا دي نص كوبايه؟ والله ما انا شايفه حاجه. انا عجانه صايمه مش قادره. كوبايه اهي، دي كده كوبايه، كوبايه. ناخد الزبده اللي احنا قطعناها كده مكعبات اهو، نضغط كده عليها، ناخد تاني من الزبدة، نضغط كده بس. يعني خلي بالكم يبقى في فراغ لسه من تحت. فاللي انا قطعتهم دول يا جماعة كده بالظبط كوباية، دول كده كوباية. هاخدهم انا عايزاهم بدرجة حرارة الغرفة، بما ان الزبدة هنا ساقعة فانا هدخلهم المايكرويف بس 30 ثانية، يعني اساعدهم كده ان هم يبقوا يطروا حبه علشان اقدر اضربهم على طول. اهو كوبايه من زبده كريستال اهو، تمام. احط بقى الزبده كريستال هنا كده جنبي، احط ده في المايكرويف 30 ثانيه بس.
معانا بقى الدقيق ومعانا السكر البودره ومعانا بقيه المكونات. تعالى اقول لكم عليها بسرعه لغايه ما الزبده بس كده تطرى. هنقولهم تاني، كوبايتين ونص من الدقيق، تمام، كوبايه من الزبده، زبده كريستال بنطريها اهو في المايكرويف، ونص كوبايه من السكر البودره وهننخله مع بعض، واتنين من صفار البيض، تمام، اتنين من صفار البيض، وكيس فانيليا او معلقه كبيره من الفانيليا، وهنحتاج طبعا رشه ملح بس كده، ما بنحطش بيكنج باودر، ما بنحطش اي حاجه من الكلام ده خالص. الزبده اهو تمام. يلا يا زبده تعالي. ومعانا المضرب الكهربائي علشان نضرب الزبده، ونضرب بقى الزبده كويس. كده زبده كريستال. معانا بقى اتنين من صفار البيض هنحطه، والفانيليا، فين الفانيليا؟ ايوه دي، ونكمل ضرب. وبعدين هنحط بقى السكر البودره، وعايزين ننخله بقى طبعا اهو كده، بس عشان الكلاكيع اللي في السكر نبقى في امان. بصوا الكلاكيع عامله ازاي اهو كده، عشان لما ينزل في العجين مش هتعرفي تدوبيها، هتلاقيها مكلكعه معاكي ومضايقاكي جدا والعجينه مش مظبوطه. نقلب كده عشان بس ايه السكر ما يطرش في وشي، ونكمل ضرب. ومعانا بقى الدقيق، قلنا كوبايتين ونص من الدقيق اهو، كوبايه، اتنين عشان بس اعاير مظبوط، كوبايتين ونص، بس كده كوبايتين ونص من الدقيق. انا بهدلت الدنيا دقيق حواليا، لان انا بخترع الذره. عارفين الناس اللي هما بيحطوا الحاجات على بعض دول فبهدلوا الدنيا. يلا معلش يا جماعه، كل حاجه هننضفها دلوقتي كده بقى، نقلب عجينه السابليه بالشكل ده وخلاص. لو حسيتي زي ما دايما بقولك ان العجينه ناشفه معاكي محتاجه كده تطرى شويه، ممكن نحط ايه معلقه لبن، معلقتين لبن بالكتير، بس ما تستعجليش ان انت تاخدي القرار ده الا لما تعجنيها الاول كويس وتطمني انها ايه تمام ولا محتاجه حاجه. لكن انا مثلا اهو شايفاها تمام التمام، عجينه سابليه خطيره اهو، تفرديها بقى وتقطعيها بالقطعات براحتك خالص. عايزين بقى نعملها زي قوالب التارت كده، هوريكم حالا كل الافكار. انا معايا اكتر من حاجة علشان برضو تعملوا السابليه كده زي الايه زي اللي في المحلات بالظبط. فين الجلوفز التاني اهو، جلوفز قمر الدين. دي جلوفزات قمر الدين، مستوحاة من قمر الدين اهو كده اهو. استنى ايه نروق الدنيا هنا كده حوالينا. نعمل ايه بقى؟ بصوا نطلع حتة ورق الزبدة
كده. ونحطها هنا كده. وناخد العجينة كده على جنب شوية. ومعانا ايه بقى؟ بصوا كمية قطعات اهو، اشكال كتيرة قوي، نجمة ووردة ودايرة عادية خالص وقلب. بصوا كل دي قطعات لطيفة جدا ان احنا ممكن نستخدمها، او نستخدم قوالب الطارت الصغنونة دي. اكيد مش هنغطي بيها العجينة كلها، بس عشان نعمل سابليه شكله حلو. كل دي حاجات وموجودة وسعرها رخيص، وهتلاقيها في محلات الادوات المنزلية او الحاجات اللي هي بتبيع مستلزمات الحلويات. خطيرة. انا معايا العجينة اهو، احنا ممكن ناخد منها كده ونفرد ونعمل بالقطاع، نفردها كده، نعمل مثلا كده بالقطاعة اهو، ونلم كده العجين الزيادة. ادي اول واحدة من السابليه، شكلها لطيف جدا. يا اما مثلا بالقالب بتاع التارت الصغنون ده ناخد كده برضو من العجينة، مش هناخد كتير، كده كورة ونحطها وندوس عليها عشان من الجنب كده تعمل لنا شكل. فلما تستوي، وبقى طبعا ايه محتاجين نخرمها كده بشوكة او بسكينة، حاجة خفيفة كده، وبتدخل كده ما بنشيلهاش، عشان بعد ما تستوي كده نخلعها بالراحة ونقلبها، فتبقى ايه مناسبة كده ظريفة جدا زي اللي معايا دول. بصوا اجيبهم لكم هنا كده جنبي اهو. بصوا شكلها اهي، بعد ما بتستوي بنطلعها من القالب بتاع التارت زي ما انتم شايفين، وتبقى بقى قابله ان احنا نحط لها من جوه بقى مربى، مكسرات، شوكولاته، زي ما انتم عايزين. تعالوا مثلا ناخد واحده من هنا على واحده من هنا واتنين من دول اهو. مثلا انا معايا هنا شوكولاته، هنغطس هنا دي كده واحده كده في الشوكولاته السايحه كده، ونقفلها بيها اهو. ادي مثلا واحده خطيره الحلوة دي، ممكن نحط لها مثلا حتة مربى، معلقة كده من المربى مثلا، ونحط لها شوية سبرينكلز على الوش بس كده. فبصوا هتلاقوا عجينة سابليه ملهاش حل. وطبعا زي ما انتوا عارفين روح الحاجات دي كلها بيبقى في الزبدة او السمنة، لو بنستخدم في الوصفة سمنة، فزبدة كريستال فرق جدا جدا في الطعم وفي النكهة في حلويات العيد كلها، خطيرة. وهو قالب واحد هيشهيص لك الدنيا، وعملي كميات قليلة كده وظبطه عشان تنبسطوا في العيد ان شاء الله، وتجربوا احلى سابليه، وتجربوا كمان الوصفات اللي احنا عملناها كلها في الايام اللي فاتت بقى، البيتي فور ووصفة الغريبة وكل الحاجات الخطيرة اللي احنا عملناها مع بعض. ان شاء الله ان شاء الله تجربوها وتنبسطوا. طبعا السابلي بيدخل فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، برضو بيشم النار على طول 6 دقايق 7 دقايق بالكتير، يهدى كده اول ما ياخد لون من تحت. تحبي تفتحي عليه الشواية اوكي، مش عايزة مفيش مشكلة، تطلعيه كده يهدى شوية ويبرد خالص، وعلى بالليل بقى مثلا او حاجة، او تاني يوم لو انت هتخبزيه بالليل عشان تزينيه بقى، ويبقى خطير خطير وبالهنا والشفاء. يا رب تكون الحلقة عجبتكم النهاردة ان شاء الله، واتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. باي باي. في النسيم تسري.